مشاهدينا الكرام، متتبعي موقع منبر 24، أهلا وسهلا بكم. اليوم كنتواجدوا بمحطة القطار بباريس، التقينا بعض الصحفيين المغاربة اللي حضروا هنا باش يغطيوا الألعاب الأولمبية، وخذينا الارتسامات ديالهم على مقابلة يوم أمس أمام المنتخب الأوكراني، وكذلك ما ينتظر المنتخب المغربي في اللقاء القادم أمام المنتخب العراقي. تابعوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكريد مصطفى، مدير الموقع الإخباري جديد الصحراء. كيف ما شفتوا فالمقابلة ديال البارح للأسف خيبت التوقعات ديالنا كمتتبعين وكصحفيين وكجماهير ديال المنتخب الوطني. المجموعة أبانت على أنها مجموعة بكل صراحة نقدر نقول أنها مجموعة غريبة، لأنه شنا المنتخب الوطني فاز على المنتخب الأرجنتيني، المنتخب الأرجنتيني فاز على المنتخب العراقي، المنتخب العراقي فاز على أوكرانيا، أوكرانيا فازت علينا إحنا البارح. جميع المنتخبات عندها نفس الحظوظ الآن، كيتنافسوا جميع المنتخبات الأربعة كيتنافسوا على ورقتي الصعود والحظوظ متكافئة. نتمنوا أن المنتخب الوطني كيف ما كنقولوا بالدارجة يتوقد ويكون جاهز للمقابلة القادمة، لأن مباراة العراق صعبة. المنتخب العراقي كنعرفوه منتخب صعيب، وكنعرفوا المواجهات العربية، العربية هذا كيتعتبر ديربي أو كلاسيكو في الأولمبياد. يعني المنتخب العراقي غادي يبان قدامنا بواحد الصورة أقوى، خصوصا أنه كانت هفوات كبيرة في الدفاع وفي وسط الميدان في مباراة أوكرانيا من طرف لاعبي المنتخب الوطني اللي ما عرفوش يحافظوا على النتيجة في واحد الدقيقة اللي كانت ربما لحظات على نهاية المباراة. تلقينا واحد الهدف اللي ما كناش صراحة نتلقاوه. نتمناو أن الناخب الوطني السكيتيوي يدارك الأمور في هاد اليومين هاد القادمين ويصحح الأخطاء، لأنه الفوز هو 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 عنوان التأهل للدور الثاني. إلى ما فزناش في هذه المقابلة فكنظن أنه ضيعنا واحد الفرصة ذهبية، لأن عندنا جيل وعندنا لعابة كبار اللي طامعين أننا نحقوا ميدالية، ماشي أننا نصارعوا من أجل الصعود للدور الثاني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أولا على الاستضافة ديالكم في منبر 24. فعلا اليوم تنتواجدوا بالعاصمة باريس. الأمس كما شفتوا أن المباراة ديال المنتخب الوطني المغربي اللي نهزم فيها أمام المنتخب الأوكراني كانت مباراة صعبة للغاية، وشفنا أنه الجماهير المغربية مستاءة من النتيجة ديال هذه المباراة. ولكن كما شفنا أنه المباراة دائما ما يكون منهزمة منتصرة، وحنا في مستقبلا أو في المباراة الموالية أمام العراق كما قال السكيتيوي أنه لا مناف ولا مناص من الفوز في هذه المباراة، لا تخول لنا نتأهلوا للدور الموالي. وتنتمنوا أنه نشوف وجه مغاير للاعبي المنتخب الوطني في هذه المباراة اللي تكون حاسمة بطبيعة الحال، واللي تلعب في مدينة نيس. ولاحظنا بالأمس الحضور الغفير ديال الجماهير المغربية اللي جات من جل المدن الفرنسية وكذلك الدول المجاورة كذلك. إذن هذا محفز بالنسبة للمنتخب الوطني، وتنتمنى إن شاء الله يكون خير إن شاء الله في المباراة الجاية أمام العراق. السلام عليكم. بالنسبة للمقابلة ديال الأمس، مقابلة كانت غير مرضية ومستوى ضعيف، ما كناش منتظرين إحنا باش هذه المقابلة تكون بهذا النتيجة. كنا منتظرين من المنتخب الوطني المغربي باش يربح ويتصدر المجموعة ديالو باش يجي لباريس، لأن واحد المجموعة ديال الجماهير اللي كانت كتسنى، مجموعة ديال الجماهير اللي عانت السفر وانتقلت من المدن هنا بمدينة باريس من مدينة فرنسا الى دوله فرنسا الى سانتيتيان باش يحضروا للمقابله. ودابا الان كيف كتشوفوا حنا رغم الهزيمه ديال المنتخب المغربي، حنا مازال كنشجعوا الفريق الوطني المغربي. حنا اليوم جينا هنا المحطه باش نحاولوا نقطعوا ونمشيو نيس، رغم المسافه بعيده اللي كتبعد بين باريس ونيس، واحد المسافه اللي هي اكثر من 950 كيلومتر، ولكن ما حنا غادي نمشيو باش نحضروا المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي ونساندوه الفريق الوطني المغربي باش يحاول ينتصر، ونتمنوا ينتصر ويتزعم يتصدر المجموعه ديالو باش يلعب في باريس. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.